هذه النشرة برعاية كاستربول اس اي موبلر دينتالي. قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات، استطلاع جديد للرأي يظهر ارتفاعا في شعبية كتلة الحمر الخضر الحاكمة. إطلاق نار على حافلة تقل سياسيين في البرلمان السويدي. أهلا بكم إلى نشرة الكومبس لهذا اليوم. أظهر آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة سيفو لحزب راديو إيكوت تصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي قائمة أكثر الأحزاب شعبية، يليه الحزب اليميني المعادي للهجرة سفاريا ديمقراطنا، بينما حل أكبر الأحزاب المعارضة وهو حزب المحافظين في المرتبة الثالثة. وبحسب الاستطلاع تقدمت كتلة ما يسمى بالحمر والخضر، وتتكون من الاشتراكية الديمقراطية البيئة واليسار على كتلة يمين الوسط المعارضة، وتتكون من المحافظين الوسط الليبراليين المسيحي الديمقراطية، حيث حصلت الأولى على 41% من الأصوات، بينما حصلت الثانية على 37.7% من الأصوات. أما حزب سفاريا ديمقراطنا فقد واصل التقدم وحصل على 19% من الأصوات وحل كثاني أكبر الأحزاب. كشفت الشرطة السويدية أن حافلة كانت تقل سياسيين في البرلمان السويدي تعرضت لإطلاق نار في بلدية توربودا في يوتوبوري ليلة السبت الأحد الماضية. وبحسب الشرطة فإن الحافلة كانت تقل أعضاء في البرلمان عن حزب سفاريا ديمقراطنا. وفي معلومات أولية فإن سيارة بداخلها 3 أشخاص قد مرت من جانب الحافلة وأطلقت ما يشبه العيارات النارية، لكن الشرطة كتبت على موقعها على الإنترنت أنها لا تعتقد أن للحادث صلة بمرشحي البرلمان، موضحة أن أي إصابات لم تقع نتيجة ذلك، فيما فتح تحقيق بالحادث والبحث عن المشتبه بهم مستمر. اقترح أحد الناطقين الرسميين باسم حزب البيئة غوستاف ريدولين أن يعتمد البرلمان في اختيار رئيس جديد له بعد الانتخابات المقبلة من خلال التصويت على أساس الشخص المناسب وليس على أساس الحزب. يأتي ذلك في وقت طالبت فيه أحزاب تحالف المعارضة بأن يكون مرشحها لرئاسة البرلمان من أعضاء الكتلة، بغض النظر عن الثقة التي يملكها هذا المرشح لدى حزبي الحكومة الحاليين البيئة أو الاشتراكية الديمقراطية، ويأملون بإمرار ذلك من خلال دعم حزب سفاريا ديمقراطنا لمرشحهم، الأمر الذي أثار انتقادات كبيرة للمعارضة التي تسعى لتغيير عرف متبع منذ عقود في اختيار زعيم البرلمان من الكتلة الأكبر فيه. قدم حزب الوسط وعدا انتخابيا يقضي بتقديم المزيد من الدعم للمساعدين الشخصيين الذين يعملون في وظيفة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. كما اقترح الحزب إتاحة الفرصة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل في حال قدرتهم على ذلك وتوفير المزيد من الفرص والتعليم لهم. جاء ذلك في مقال كتبته رئيسة الحزب أني لوف ونائبها الأول أندريش دبليو يونسون في صحيفة النقاش في صفحة النقاش بصحيفة داغنز نهيتر. وذكر المقال أن حزب الوسط يريد أن يرى تغييرا في التشريع يشدد على ضرورة الاحتياجات الأساسية، مشيرا إلى تخصيص 700 مليون كرون سنويا لضمان حصول هؤلاء الأشخاص على معونة حكومية. للمرة الثانية وفي غضون أيام قليلة تقدمت بلدية كونغيلف في فاسترا غوتلاند غربي البلاد باستئناف جديد ضد
قرار سابق للشرطة السويدية يتيح لحركة مقاومة الشمال النازية تنظيم تجمعا انتخابيا لأحد مرشحي الحركة للانتخابات البلدية، ورفضت في وقت سابق كل من المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية اعتراض مماثل للبلدية على اعتبار أنه يتعارض مع ما ينص عليه الدستور السويدي الذي يكفل حرية تنظيم التجمعات السياسية. وطالبت البلدية السلطات القضائية بتحديد الشروط التي يحق فيها للبلديات منع تنظيم تجمعات لتنظيمات نازية مثل حركة مقاومة الشمال. غرمت نقابة المحامين في ستوكهولم المحامية الشهيرة إليزابيث ماسي فريتس 50,000 كرون كعقوبة لها على سوء ظروف عمل الموظفين في مكتبها والفواتير الغالية جدا التي حررتها، وذلك وفقا لصحيفة أفتون بلادت. وتعد هذه الغرامة أكبر ما يمكن أن تفرضه النقابة على أحد أعضائها. واشتهرت فريتس كمحامية استضافها التلفزيون السويدي مرات عدة كمدافعة عن حقوق المرأة، لكنها تعرضت إلى انتقادات شديدة في الفترة الأخيرة. وعلقت المحامية على ما حدث لها بالقول أنها لم تتلقى أي مبرر لقرار النقابة، وأنه ليس هناك من أدلة على التهم المشددة والموجهة ضدها. أنتقل بكم الآن إلى درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد. هذا كل ما لدي في نشرة أخبار الكومبس لهذا اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء. هذه النشرة برعاية كاستريبول، اس اي موبلر، دينتالي.